خلونا نروح بقى من الحالة المرورية، نطلع شوية لفوق نشوف. في واضح إن حصلت أزمة مرورية في طيارة، لكن واحدة من القصص اللطيفة اللي تبادلها كتير من الناس باهتمام كبير قوي المولودة اللي وضعت على متن طائرة. وكان في صدفة لطيفة، وجود طبيب مصري موجود على الطيارة ساعد في إنه ينقذ حياة الأم، حافظ عليها، حافظ على المولودة اللي كانت على طيارة مصر الطيران في الرحلة المتجهة من القاهرة إلى لندن. كل الناس شهدت بكذا حاجة. أولاً أنه الطاقم اتعامل باحتراف كبير جداً، والحاجة الثانية أنه الطبيب المصري اللي بالصدفة كان موجود في الطيارة اتعامل مع حالة الولادة اللي كانت موجودة وعدت الأمور على كل خير، والموضوع يعني بقى مبهج بشكل عام. احنا مبسوطين أنه معانا على التليفون دكتور معتز فتحي عامر، أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة في مستشفيات جامعة بريستول البريطانية، معانا عبر زوم. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح النور، ازي حضرتك؟ الاخبار استاذه دينا؟ وصلت لندن بالسلامه طبعا. الحمد لله الحمد لله. حضرتك كنت موجود بالصدفه على الطياره مش كده؟ ايوه. احكي لي ملابسات الموضوع، يعني هو مش معتاد طبعا انه حد يبقى راكب طياره وهو في الشهر التاسع. الصدفه العظيمه ان هي تولد على ايد دكتور شاطر زيك، ايه اللي حصل؟ الله يخليك. شكرا. هو يعني الأستاذة هيام تقريبا هي مش ما كانتش شهر تاسع مبدئيا، يعني هي كانت 35 اسبوع، فالعمر الرحمي ليها يعني تقريبا اخر الثامن. ده على حسب يعني لما اخذت منها تاريخ المرضي كان ده على حسب كلامها، يعني ان هي 35 اسبوع يعني. فملابسات تطلع الطياره او لا، اعتقد ان يعني طاقم الضيافه او الضيافه الارضيه بتاعت يعني شركه مصر الطيران هم يعني فاهمين شغلهم اكتر. بس واحنا على الطياره طاقم الضيافه الجوي طلب يعني لو يا جماعه لو في دكتور يا ريت يعرف نفسه، فانا كنت موجود فقلت لهم انا طبيب اطفال حديثي ولاده، كان احدى المضيفين يعني، فقال لي طب يا ريت تيجي معانا مره. بس ف وهو يعني المطلوب يعني بالظبط. انا مش مصدقه الصدفه يعني. بالظبط والله العظيم، هو فعلا قال لي يا ريت انت تيجي بالذات يعني. فاحنا اتحركت وراه، كان ساعتها في يعني طبيب تاني على الطياره، كان طبيب كلى يعني. بس فقال لي يعني هو غالبا تخصصك انت، فانت ايه تقدم انت. طب دكتور معتز، يعني هو في العادي احنا اكيد طاقم الطياره متدرب على حاجات كتير، بس هل حضرتك كدكتور او طبيب اطفال مدرب اصلا على انك تساعد في ولاده، معاك ادوات، عملت ايه يعني، ايه اللي حصل؟ بصي حضرتك، هو في يعني من ضمن اي شغل احنا بنشتغله او اي ما بنبدا في اي مستشفى حتى لو حضره، لازم يخلوك تحضر حاجه اسمها دوره اسعافات اوليه. ومن ضمن الكورسات بتاعتنا هنا في انجلترا اللي لازم نجددها طول الوقت الاسعافات الاوليه، كل سنتين لازم تحضر دوره الاسعافات الاوليه ديت، كل سنتين لازم تحضر او اربع سنين تحضر دوره اسعافات اوليه لحديثي الولاده ودوره اسعافات اوليه للاطفال، يعني هذا بشكل دوري لازم في شغلنا هنا، كورسات اداره وكورسات يعني مانجمنت اند ليدر شيب، قياده واداره، لازم نحضر الكلام ده بشكل دوري. فلان يعني فده اللي مخلي الكلام ده طول في دماغنا، يعني طول في يعني مهما اتحطيت في اي موقف، الموضوع مش موضوع ان انت وانت شغال في القسم محتاج تعمل كده، لا، عشان حتى في الشارع، علشان حتى في لو انت ماشي في المستشفى بيعلمك لو مريض وقع على الارض تشيله ازاي، تحطه ازاي، بعد كده تعمل الحاجات اللي مطلوبه. ف يعني الحمد لله من توفيق ربنا ان يعني على طول الحاجات دي في بالنا على طول بنحضرها، فبالتالي انت لما بتتحط في موقف بجد بتعرف تتعامل ازاي. وهم لما بيدرسوا لك بطريقه يعني منظمه جدا، بحيث انك بتفكر بستايل معين، حاجه اسمها ABC كده، تقعد تحط الحاجات دي ورا بعض وتفضل يعني تشوف انت بتتبع الخطوات المطلوبه ولا لا. فحضور الكورسات ديت انا كمان شغلي في الموضوع دوت، مثلا احنا يوميا في يعني في العنايه المركزه ومش عارف، ده مخلي يعني الموضوع كان سهل الحمد لله في الطياره بالنسبه للاسعافات الاولانيه اللي عملناها يعني. دكتور معتز، عايز اسالك كمان عن يعني بما ان حضرتك بتقول انه هو في ترتيب كده للاولويات، ايه اكتر حاجه كنت قلقان عليها وكانت فارقه معاك انها تعدي بسلام في الوقت اللي عدى اكيد طويل عليكم ده؟ والله هو حاجتين، الام اول حاجه يعني انا كنت خايف الام تخش في اي نوع من انواع النزيف، ويمكن لما طلبت من الدكتور التاني يقف معايا طلبت منه عشان لو حصل النزيف نشوف بقى نوقفه ازاي، او ازاي الاسعافات الاولانيه اللي هنعملها للام. الحاجه الثانيه حته ان الطفل ينزل بدري شويه،
محرك ما تبقاش متوقعه ايه مدى حل. الانعاش الرئوي اللي ممكن ياخده. يعني في اطفال بتنزل بدري زي بنت الطفله، زي الطفله يعني بنت استاذه هام، الحمد لله الناس ما احتاجتش اي حاجه خالص، او يعني انعاش رئوي بسيط وشويه اكسجين بس، ما وصلش ان احنا نعمل انبوبه حنجريه او حاجه كبيره. وفي اطفال حتى ممكن ينزلوا في اخر التاسع خالص او في ميعادهم الحقيقي وينزلوا يحتاجوا يعني انعاش رئوي عنيف فهو اللي انا كنت خايف منه ان الطفل يحتاج حاجه مش معايا على الطياره، يعني يحتاج حاجات معينه، انبوبه حنجريه، جهاز تنفس بطريقه معينه بتاع اطفال، مش عارف، ده اللي انا كنت خايف منه يعني. فهو خوف على الام وعلامتها الحيويه، برضه خوف على الطفل، لان روحين يعني ان شاء الله يعني الحمد لله انا معدوك بسلام يعني. دكتور، أنا متأكدة إن مهنة الطب واحدة من أصعب المهن وأكثرها تحدياً، بس أكيد فيها لقطات كده في المشوار الواحد يبقى فخور بيها. يعني عايزة أقول لك، هل ده كان واحد منهم؟ واحد من الأيام اللي أنت كنت فخور إنك دكتور وقدرت طبعا تساعد؟ طبعا، بس يعني حاجه يعني مما لا شك فيه، ان يعني انا سعدت اكتر، ويعني لما حصل ان يعني بدا التكريم المعنوي يحصل من الناس، بابايا مامتي زوجتي اولادي، يعني كانوا معاك سعادتهم كلهم؟ دي كلها بتاثر فيا. نعم. كانوا معاك كلهم ولادك؟ لا 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 خالص، انا بسافر لوحدي، لا لا انا لوحدي، لكن سعادة الناس دي كلها وقرايبي وسعادة مصري يعني، يعني كبني ادم مصري او اللي يضم اسمي والطبيب المصري، دي لوحدها سعاده كافيه جدا. انا فخور جدا بان اسم مصري يطلع بشيء مشرف، شيء طيب، دي سعاده كافيه جدا جدا يعني. الشغل ده انا بعمله كل يوم وانا متواجد فيه كل يوم بشكل يومي، بس ان يجي في مصر، ان يجي في حد يبقى يقول ده طبيب مصري انقذ او عمل، لا دي بصراحه سعاده لا توصف يعني. ومن غير تواضع تصدرت الهيدلاينز او رؤوس الاخبار، ودي حاجه كمان تشرف واكيد تفرحك يا دكتور. طبعا. اخيرا عايزه تقول لي كده ملاحظه امينه جدا عن تعامل الطاقم اللي كان في الطياره، ايه اللي كانت نقط القوه؟ هل كان في ربكه او حاجه حصلت؟ ايه تقييمك للموقف؟ كل الناس عملت ايه؟ تعاملي مع الطاقم ان هم يعني ببديهيه شديده فهموا الموقف، فهموا ان ده حد متخصص جدا جدا يعني، هم لقطوا الموقف، هدوء الدكتور مثلا وكلامه العلمي، لا ده يدل ان ده حد متخصص فنثق فيه على طول. وهم مهنيه شديده، هم ما كانوش صغيرين خالص يعني، هو كان قائم ضيافه يعني، اعتقد يعني اكيد مش شغالين في الشركه يعني، طلعوا بالجمال دوت، اعتقد الناس دي قديمه جدا جدا، مش ناس يعني، ناس مدربه كويس جدا. في من الطاقم نفسه ناس واخده دورات اسعافات اوليه يعني، هم اوريدي جاهزين يعني، بالتأكيد. تمام. فهو لا، كطاقم ضيافه، ككابتن طيار، ك يعني 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 الحمد لله ما فيش ابدا طلب اتناقش مرتين يعني. احنا يعني انا طلبت انا اكون القائد بتاع الموضوع دوت يعني، خلاص ده شغلي انا، فخلاص. وبدات اقسم، في دكتور مثلا هيوقف، اللي هو دكتور كمان ده هيوقف على التنفس بتاع الام، لو حصل اي علامات على الحيويه في التنفس غلط يبلغني. المضيفه نانسي مشهوره جدا يعني، طلبت منها ان هي هتبص بس على يعني على ضربات القلب بتاع الام، لو في حاجه غلط في ضربات قلب الام او غير مبسوطه بيها تبلغني، وانا ابقى مركز في موضوع الولاده. مضيف يعني استاذ محمود حمزه يعني، طلبت منه خلاص انت هتكون التواصل بتاعي بيني وبين الكابتن، على طول بقول له كلمه، روح قول على طول للكابتن اطفي التكييف، هبوط اضطراري، اي حاجه. فحته ان احنا قسمنا الشغل بطريقه معينه، حد مسؤول ان ممنوع حد يخش بكاميرات او حد يمد موبايل من فوق الصدر، فممنوع تقسيم الشغل دوت، او يعني احنا عندنا بنسميها ليدر شيب اند مانجمنت يعني، انت لازم لما بتقسم شغلك فمعاك الناس فاهمه بالطريقه دي، كل واحد خلاص ركز في خطه، كل واحد ركز في طبيعه شغل هيعملها، طبعا ادى يعني العمليه ناجحه تماما الحمد لله. فطبعا هم مشكورين جدا، انا يعني احب اتوجه يعني بالشكر عموما لمصر يعني، لمصر الطيران عامه يعني، ما شاء الله عليهم دايما متالقين يعني، لا وانا يعني مبسوطه ان حضرتك كمان فاكر اساميهم وقلتها يعني، بشكرك. طبعا طبعا بصراحه يعني يعني انا احب انسب الفضل لاهله جدا، ويعني يعني انا عايز اتوجه للشكر يعني، حتى وزير الطيران المدني يعني كابتن طيار محمد منار، ورئيس شركه قبضه يعني كابتن طيار رشدي زكريا، يعني رئيس الخطوط الجويه نفسه برضه يعني رئيس شركه قطر، كل الناس دي اهتمت عمر ابو العنين بصراحه، عشان توصل يعني هم فعلا
رواد او يعني قاده للشركه بصراحه أنا بشكل بشكرك. يعني الحمد لله، يعني ان الموضوع وصل كده، أنا ويعني بشكرك. انا سعيد جدا اسم مصر اترفع يعني. دكتور معتز فتحي عامر، أخصائي طب الأطفال وحديث الولادة، بشكرك لأنك شكرا كنت يعني الرجل المناسب في المكان المناسب، وأديت الله يخليك. مهمة جميلة ولطيفة وهتفضل يعني في الذاكرة لوقت طويل. بشكرك شكرا جزيلا الله دكتور يخليك، معتز. شكرا لسيادتك. دكتور معتز قال حاجات كتير جدا، يعني تقول إنه صدقوني يعني التعليم والخبرة والممارسة المختلفة بتفرق في الأزمات اللي زي دي. فكرة إدارة موقف ممكن بالنسبة لأي حد يبقى مجرد موقف غريب، لكن هو الحقيقة موقف حصل فيه حاجات كتيرة إنسانية وكتيرة علمية، وده الأهم، وكتيرة فيها حسن إدارة للأزمات حتى من إدارة مصر الطيران نفسها.